ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن انطلاقات هذا السباق المحلي الثامن، حيث نستكمل ثاني الأيام الخاصة لسن الحقائق ضمن الأشواط العامة. ينطلق مشاهدينا الكرام رابع الأشواط الخاص للقعدان الحقائق، ونسير مباشرة من مسافة 4 كيلومترات ونتعرف على مقدمة هذا الشوط. مبعد لسيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي يقدم لنا مبعد في أول المراكز، بينما المركز الثاني نتابع القادم همام لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هياض لسالم بن محمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري يتواجد شعاره في المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الشقب يصل في هذه اللحظات لعبد الله بن فهيد بن محمد آل زبدان المري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتواجد فيه ضرغام لعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري في خامس المراكز، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل شواش لفهد بن خميس بن عويضه المريخي، غير مباشره وخطف المركز الخامس. وهنا ايضا القادم الريان لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي المري. هكذا مشاهدي الاعزاء النداء الاول لمراكزنا الخمسه الاولى. نعود مباشرة إلى البداية لنتابع الصدارة والمقدمة. لا زال مبعد قائدا لهذه المسيرة لسيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي ياتي على البداية ويقدم لنا مشاهدينا الأعزاء مبعد، ولكن القادم في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة المميزة همام لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري يتواجد شعاره في المركز الثاني والمركز الثالث. هذا هو هياض ينطلق في ثالث المراكز لسالم بن محمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري، وعلى المركز الرابع يا سلام يا شواش، هذا هو شواش القادم ورافع راية الخطورة والتهديد، ينطلق في رابع المراكز بشعار فهد بن خميس بن عويضة المريخي. وهنا أيضا القادم والمتسلل مباشرة إلى ثالث المراكز الشقب لعبد الله بن فهيد بن محمد آل زبدان المري، يتسلل من وسط الميدان ويقدم هذا الأداء المميز، ولكن نعود إلى الصدارة. الأمور والسيطرة حتى هذه اللحظات مع مبعد مشاهدي الأعزاء، مبعد على الصدارة، من يباعد ما بينهم بين المشاركين في هذا التحدي الكبير. هذا هو مبعد شعار سيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي، ولكن شعار البخيت القادم مع ثاني المراكز يقدم لنا همام. شد الهمة يا مالك همام. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المري مع ثاني المراكز، ولكن المركز الثالث الوصول الخطير شواش يتواجد في المركز الثالث. فهد بن خميس بن عويضة المريخي يتواجد مع ثلاث المراكز، يقدم لنا شواش، ولكن القادم الوصول في هذه اللحظات من قبل الشقب لعبد الله بن فهيد بن محمد آل زبدان المري، وشعار الريان سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي المري، والقادم في هذه اللحظة وصل شعار العطية مع محبوب خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. هذا هو شعار العطية القادم والمعلن لهذا التحدي. الله يا محبوب في المركز الخامس، ولكن نعود إلى الصدارة. الناموس ما بين هذه الأسماء العملاقة، الناموس مع همام، همام على الصدارة، همام مع المركز الأول يقود هذه المسيرة المميزة، ولكن نتابع المركز الثاني شواش، فهد بن خميس بن عويضة المريخي مع ثاني المراكز، ولكن همام مع التحدي، همام مع البداية. الله يا همام، هذا هو همام مشاهدي الأعزاء
في هذه المهمة المميزة هنا في ميدان التحدي، في هذه المهمة الخطيرة عن البحث عن الفوز والناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري. يقدم لنا همام، يقدم لنا انطلاقة همام في الأمتار الأخيرة ويخطف هذا الناموس المميز. سلام يا أبو عبد الله، سلام على فوز همام بالمركز الأول، تهانينا. والناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت المري على فوز همام واختطاف ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل في مشاهدينا الكرام القانون لعلي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديله المري، بينما المركز الثالث حل في مشاهدينا الاعزاء محبوب لخليفه بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه. المركز الرابع جاء في مشاهدي الاعزاء شواش لفهد بن خميس بن عويضه المريخي. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل النصر لغانب بن جابر بن عبد الهادي المري. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، التوقيت الزمني لحظه وصول همام الى خط النهايه. تهانينا والناموس لمالك همام لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري. 6 دقائق وثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وصل في مشاهدينا الكرام القانون لعلي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديله المري. التوقيت الزمني 6 دقائق وثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل في مشاهدي الاعزاء محبوب بشعار العطية خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. والتوقيت الزمني 6 دقائق وثانيتين وخمس أجزاء من الثانية، تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.